هلا المصاري بيتدبروا، بس هدول الخناجر والفرد وين بدي روح فيهم؟ صحية بدي اسألك شغلة. شو هي الشغلة؟ هلا في خرابة بالمصلبة الثانية، صاحبها الكحكة بعرفها؟ الله يرحمه بعرفها. شو بقى؟ هذا يا سيدي أبو القاس حكالنا حكاية لا بتنزل لا بميزان ولا بأبان. قال شو؟ روح صاحبها ساكنتها والناس بتخاف منه وبتهرب منه من حق الحكي؟ بس هاي الحكاية قديمة، يعني أنت لسه ما كنت خلقان. معناته مزبوط عم يحكي أبو القاس؟ هلا مزبوط مو مزبوط ما بعرف، بس قد ما صار حكي عليها وعلى قول الناس إنه عم بيسمعوا فيها أصوات ما عاد حدا قرب عليها بنوب، الناس خافت. لك داري والله حكاية أبو القاس طلع لها فايدة. هلا بروح بخبيهم هنيك وما حدا بيسترجي يقرب أصلا، وإمتى ما بدي برجع باخدهم. يجي عليها حدا. جواد عنه you
إلا لأمي. وبركي قالت لي وأنت شلون شفتيه؟ هي بدي فوت بقصة مالي فيها. أصلاً يمكن ما عاد تخليني أطلع لهون بنوب. وبعدين ليش؟ ليش لا أفتح على حالي بواب؟ خلص بلا هالسيرة كلها. يا ستار على هالمصيبة، أحسن شي مثل ما قالت أمي، على قولت ما بعرف، لأنه شريف يمكن يكون له عصابة. إذا بدي أقول والله جماعته بيذبحوني. أنا شغلي بالليل بيلطولي بشي قرنة وبيهجموا علي بهالسكين، ولي يا ميمتي على العلا. أنا ما بعرف شي. أوعك يا مروان تغلط وتحكي شي كلمة هيك ولا هيك، والله بيقتلوك وما حدا بيدرى فيك. ايوه صباح الخير يا ماما. صباح الخير، شو شايفتك فايق بكير؟ لك ايه مو بتتذكري قلت لك رح ابدا شغل؟ ايه بتذكر. ايه امبارح حكوا مع مني الجماعة وقالوا لي بكره بدنا نسافر ونبدأ. لوين بدك تسافر؟ والله ما بعرف يا امو، يا على طرطوس يا على بيروت. واليوم لطيف اني اخذت له الكسرية الجديدة تبع منه. ليش اخذت له اياها؟ أيما لروحة فرح، لروحة عزيمة. يعني يا امو بتريديني اروح لعند الجماعة بكسرية مهترية مثل اللي عند مني؟ خلص بكره بس ارجع بجيب له عواظم منها تنتهي. قلت لأبوه. خلص يا امو انت قلي له. بركي ما هان عليه. مو قال لك اللي شو الشغل قبل ما تشتغل؟ خاطرك يا امو. عزوز وش
شو ممكن تفيدنا فردة هالكسرية؟ ما بعرف، جبتها لحالي بركي بتفيدنا بشي. يلي انسرق شي مهم؟ مهم وبس؟ مو مخلي شي هالابن الحرام، مصاري، صيغة أمي، الخناجر، أبي دافع حق كل خنجر هديك الحسبة، إله مرق فيهم كتير، والله ما يدرى ليموت، هو بالأساس مريض وعايف حاله. بدي أرجع الحارة، تارك الكولبة مفتوحة. الله معك. احترامي سيدي. عفواً يا سيد نزير، بس هيك مالك تتركوه داشر؟ داشر شو؟ والله العظيم حطيناهن بمطرح إبليس ما بيخطر له. شو يعني إبليس هو يلي سرقهم؟ أنا قصدي ممكن يكون حدا من معارفكم، يعني دارس القرني كتير منيح وعرفان لوين فايت. ما بظن، لا هذا شكله خالع كم درج بالأول، بعدين شاف الخناجر وإجع باله ياخدهم، بس أبي الله يصلحه مسبتهم على دف، وتحت الدف كل شي مصاري وصيغة، إجا بده يقلعهم طلع الدف وبان كل شي تحته. عفواً يا سيد نزير، كأنك كنت مع الحرامي أو راسم له الخطة مثلاً؟ لا لا لا، بس أكيد هذا اللي صار، لأنه لو ما كانوا مثبتين هنن والفرد ما كان طلع الدف وبان إنه في شي تحته. وبلا منقودية، أبوك ليش مثبت هالخناجر هيك؟ ممكن يطيروا مثلاً؟ بيخاف من أولاد أختي يلعبوا فيهم، حاكم كل ما إجوا لعنا على البيت بيكركبوه كركبة، هو بيحبهم ما بيساوي لهم شي. بتشك بحدا؟ لا، بس في هذا المحبوس عندكم، هذا كان موجود لما صارت السرقة، فهو شايفه للحرامي أكيد. أبو مزة؟ وليش متأكد إنه شافه للحرامي؟ لأنه لقيناه بذات القرن اللي كان هربان منه الحرامي. يعني ممكن يكون هو الحرامي؟ لا لا، نبشنا ما معه شيء، وحسب ما فهمت من أبو عدلي هذا بيضل سكران طول الوقت، مو خرج هيك عملة، وكانت جزمته برجليه. وفي شي تاني. شي تاني مثل شو؟ أنا قوصت عليه للحرامي وهو عم يهرب وصبته، بس هو وقع بالأرض ورجع فز وهرب فورا. قوصته للحرامي وصبته، يعني ما في عندنا حكومة؟ ما في كراكون يا سيد نزير؟ بأنو حق بتعمل هيك؟ افترض انك صبته وقتلته، شو بنعمل وقتها؟ سيدي يعني حرامي نازل على بيتي وعم يسرقني، شو بدي اعمل؟ ما ضل براسي عقل. تاني شي انا قوصت مو مشان صيبه، انا قوصت مشان رعبه، لانه كان راكد ما بقدر لحقه. هاد الكلام ما بتجيب سيرته لاي حدا تاني غيري، لانه بصراحه ما بدي ابليك بلوي تاني، مو ناقصك. وانا متاكد انك ما صبته للحرامي، لو انك صبته مثل ما عم بتقلي ما كان فز وهرب. عيد، حنبعت نجيب العنكوش، ممكن يكون هو السارق او ممكن يفيدنا بشي. سيدي ما بتخيل العنكوش يعملها، قديش ممسوك بسرقات، وسبله واحدة منهم بالحارة. اول شي هاد اختصاصنا يا سيد نزير، وتاني شي ممكن يكون غافلنا هالمرة وعملها. ترامي سيدي، بتشكل لي دوريات تلاتات تلاتات، وبتبعتهم يجيبوا كل المشبوهين يلي حوالينا بالمنطقة، كل الاشكالات يلي بتشبه العنكوش، وانت بنفسك بتروح بتجيب العنكوش وبتنكش البسطة تبعه كلها. سيدي مو شايف معي انه الوقت بكير هلا؟ هيك؟ مو هيك؟ مو احسن انه يكون بكير يا عيد؟ لحتى تقدروا تفلوا البسطة تفلاي، وهو وجاي العنكوش ليفتح البسطة تبعه بتسكروا البسطة براسه بتجيبوه بتجوا، وأي شيء بتشك فيه بتجيبوا معك. وأنا بشو بدي شك سيدي؟ بمامتي، إذا لقيتها هنيك وشكيت فيها جيبها معك، بشي قطة حاطة عينها على عزوز كمان جيبها معك، شبك؟ كأنك ما عم تخدم بسلك الدرك؟ شو هني أدوات الحرامية يا عيد؟ مطوى، لوية، أدوات خلع، كسر، قصاصة إزاز، عدلك ولا استوعبت؟ استوعبت سيدي، استوعبت. يلا طير. احترامي. ولا اسمح لي سيدي، رح روح وارجع، بركي بيكون رجع فؤاد افندي من المستشارية. اهلين وسهلين نزير بيه. يلا السلام عليكم. الله معك. عزوز. اسف 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 اني رح فيك، مضطر فيك، مضطر مضطر مضطر. ركز معي. مين ممكن يكون سرق بيت ابو الدهب؟
مين؟ طيب الكسرية ممكن تكون لمين؟ لك أنا ما قلت له يلي بالأول عن الشغلة يلي بده يشتغلها؟ قلت له قال اجته الشغلة بالليل على غفلة قام ما حب يفيقك يقول لك قام قال لي يقول لك خايف خايف ينبلغ شي شغلة ملعونة كبر ما عاد صغير خليه يشتغل شو ما بده حاجة يطلطوا على يمين وشمال هلا انت اقتنعتي انه في ناس اخذوه على فلهويته دخيل اسمه الله بركي بده يطلع بوشنا وبوشه امي قال اخذ كسريتك الجديدة ليش اخذها؟ ما عندي غيرها طول بالك لك امي بده يروح لعند الجماعة بكسرية قديمة قال بيجيب لك بدال الوحدة تنتين بيضلوا اخوك ابي طيب خير خير شو ما كون شوفي خير يا حكومة ولا كلمة عن كوش ولا كلمة عندك اعتراض تحكي بالكراكون لا سيدي هون بدي احكي مو بالكراكون لا هنيك بتحكي فؤاد افندي بده اياك امبارح كنت عنده شو بده لو اليوم بده اياك لا اله هذا شو عم سوي بايدك هذا امانة ايه هاتو بتاخده بالكراكون عم اقول لك امانة لو عم اقول لك هاتو اخده ماشي يا عنكوش بسيطة ايوه معناتها هي فردتها الثانية وين فردتها لهي؟ كمان هي عم سأل عنا عم اقول لك وينها؟ لك شو بدك فيها مهترية عايفة حالها؟ فهمت عليك طيب وينها؟ شو بعرفني؟ دور عليها تهنى فيها خدها ماشي ضبلي المفكات والشواكيش لشوف خود هي هاتوا لهون خود هي كمان لشو هي؟ تلزمنا يلا امشي قدامي لشوف يلا بعد هيك شو هالقصة اللي ما كنا نخلص منها لسا خدني جيتك خدني جيتك حرك يا جامع القلوب وصل لجوادي وهالمرة رجع لي فاضي هدول الأغراض إلك؟ إيه ما عاد هاي الحبلة وليش تبريت من الحبلة؟ لأنه مو إلي إذا مو لك لمين؟ لميمتي؟ زبون ودعا عندي زبون من نمرتك؟ والله ما بعرف زبون ودعا عندي حطيت لها تحت البسطة وقلت له بس ترجع أخذها من محلها شفتها قبل ما تحطها عندك؟ إيه لكن شفتها فتحت الكيس وفتشت فيه منيح خفت يكون حاطط هيك ولا هيك يقعد يبلينا إيه بس سيدي هاي الحبلة ما كانت بالكيس ايه لأنه زبونه وقت اللي رجع أخذ الكيس ترك له الحبلة للذكرى سيدنا ليش عم تمسخر علي؟ ورحمة ميمتي اللي قلت لك يا هو اللي صار ماشي طلع فيها تأكد منها بلكي مو هي الحبلة سيدي إذا ببالكم شي أنا براته وحياة اللي خلقك أنا براته وما دخلني هاي الحبلة اللي تعربشت عليها وقت اللي نزلت ببيت أبو الدهب شلون؟ شلون ما بعرف انت قل لي شلون وينها هاي؟ هاي سيدي لأنها كمان عنده واجبنا كل الأغراض هدول تعرفها لهاي الكسرية؟ شلون يعني بعرفها؟ كسرية شو بدي اعرف فيها؟ حطها برجلك بسرعة ايه
مبروكة، جاي على قد رجلك. هلأ اجا أدرك يا عنكوش. شو يعني؟ شو يعني؟ واضحة مثل عين الشمس. يعني السرقة لابستك لبس مثل ما السرماي لابسي رجلك لبس. هيدا إلي ولا بعرفها ولا بحياتي شفتها. شلون ولايلك؟ على قد رجلك. لا مو على قد رجلي، ضيقة ومو إلي. ويا حزرك شلون لقينا فردي ببيت أبو الدهب والفردي الثاني عندك بالبسطة؟ شلون؟ يعني اللي سرق السرقة بده يكون حقه عندي حتى يبليني. سيدنا واللي خلق الخلق وحياة كل الأولياء والصالحين، أنا برات هاي السالفة. بعدين سيدنا أنا بطلت ويحرم علي بالأساس ما لقال حارتي. لك عنكوش لا تجنني. شف لي شو هاد؟ دم ولا دهان؟ والله ما بعرف، بس إذا بدك مش لحلق قدامك بالظل، وإذا أنا فيني خدش بكون أنا اللي عملت العملة. معناتها دمر فيك اللي نزل معك على بيت أبو الدهب. سيدي هلأ أنت بس بدك تلف تلف وترجع تحط التهمة علي؟ تبلي يعني؟ أنا ما عم بتهمك، أنت يلي حكيت بعظمة لسانك إنه السرقات التقيلة اختصاصك، والسرقات الخفيفة واللي ما لها قيمة بتبعد عنها. وهي السرقة كتير تقيلة، يعني على قياسك، صح ولا لا؟ عارف إذا بدي أبلع لك وراء المصحف رح تصدقني. لا راسي تنح وما رح صدقك. عيد حاضر سيدي. خده من وشي. أنا بس طول بالك. خلاص على نصتك. هات ديك لعندي. هات الله يخلصنا منكم. بس هات لهون. تحرك قدامي، تحرك يخرب بيتكم. يلا حسوس حسوس عزوز. سرعة بتدوروا بكل حارات الشام، حارة حارة بكل التخاليش بكل الأراني الصغيرة والكبيرة. عزوز لازم يكون عندي بمكتبي وخلال ثواني. بسرعة اختفوا. وعليكم السلام. والله انك من عظم الرقبه، والله بنت حلال. شو فيها؟ تارك كل شغلي وعامل حالك المعامله تبعي. الله يعطيك العافيه ويهون امرنا وامرك. خلينا هلا نفوت بالجو. جو شو؟ ليش كنا عم نلعب؟ حاكيني حكي افهمه. ايوه لا يا ست راسي، لا يا ست الستات، يعني قصدي انا بدنا نشوف البيت لنخلص المعامله بالاول. يا ست الكل مو هيك القصد، القصد انه القاضي بده يشوف البيت مشان يقدر ثمنه، بعدين كمان بده يشوف حماتي. قلت لك حماتي موافقه وانا اخذت شوره من تمها. لك بعرف بعرف، بس بده يشوف حماتك وعياني مو عياني، الا مشكله. هيك الاصول، كل شيء بيمشي على الاصول. ما بدك انت الاصول؟ إيه لكن شو بدي؟ وكمان بدي اشوف بيت حماتك. بيت حماتي ما بدنا نبيعه. لك بعرف بعرف يا ست الكل، والله بعرف ما بدنا نبيعه، بس ما بركي صار معي هيك شي شغله ما بدك خبرك عليها قوام. انت هيك عم تقولي؟ ايه والله قوام قوام، موت شط وطمط، لاني ما بقدر كل يوم والتاني رايحه جاي لعندك. لك يا ست الستات، الشغله بدها تاخذ حدها. منتعب هلا منرتاح بعدين، بعدين امورك باذن الله لا تصير بالعلالي بالعلالي. طالما انا معك لا تخافي من شيء ولا تهكليها بشيء. بعدين بدي فوت جوات البيت مشان نظبط لك اياه وساوي لك اياه على 24 قيراط. الله يقدم اللي فيه الخير. بخاطرك اخي ابو رؤوف. امتى بدنا نخلص من ديباجة اخي ابو رؤوف؟
ما قلت لك ما بتطلع من الكركون غير رجلك على رجلي؟ ها؟ انصراف. عزوز جوعان؟ ناكل. يلا. خليكي انتي انا بفتح. ميت اهلين وسهلين باخي، ميت اهلين وسهلين. بزمتي انه ملايكتك هافه. بقامتك اختي بقامتك. اهلين خالي. بقامتك خالي. تفضل تقبرني تفضل. قولي منيح اللي ما فتحت انا كان بهدلني. وشك ولا ضو القمر. إيه بزمتي نور البيت بوجودك. فطران تقبرني؟ لا والله جوعان. خسى الجوع روحي تقبريني. قوام حضري له أحلى فطور لخالك. يا عيوني يامو. نوار امسليهم. تأمر خالي. مالك علي يا مين أخي؟ فرفح قلبي بجيتك. مساكين والله سرقة ماكني ماكني وكتير قش كبيرة. مشان هيك سيدي أنا شاكك بالعنكوش، يا أما هو يا أما حدا من جماعته، لأنه اللي فايت وسارق دارس القرني كتير منيح وعرفان لوين فايت وكيف يفوت وكيف يطلع. بس الحبلة مو دليل قوي. أنا نسيت لك سيدي، لقينا فردة كسرية ببيت أبو الدهب بأرض الديار، ولقينا الفردة الثانية ببسطة العنكوش لبسته إياها وطلعت على قد رجله. هاد مو دليل؟ هلأ إذا بدك نحكي المعقول، لو كانت إله ما كان حطها عنده بالبسطة، كان كبها بشيرنة بعيدة، لأنه ليش تيخبيها طالما راحت فردتها؟ ها؟ معك حق. معناتها سيدي بهي الحالة أنا ما عندي أي دليل قوي وواضح لحتى لاقي الحرامي إلا عن طريق العنكوش، ورح ضل متمسك بالحبل والكسرية لأصل لنتيجة معه. هو شو عم يقول؟ عم ينكر سيدي، عم ينكر ويحلف ويتحالف. قتلوه ضربوه ولساته عم ينكر. أنت عم تقول الحبل عليها دم ونزير صاب الحرامي بمسدسه، طيب تفحصتوا جسمه؟ عليه آثار جرح شيء؟ ما في شيء ابدا سيدي، ما في شيء. بس سبق وقلت لك يمكن يكون العنكوش او حدا من جماعته. مو ظابطه، لو حدا من جماعته ما كانوا حطوا الحبل والكسريه عند العنكوش. بركدا بدهم يستفردوا بالسرقه ويبلوا للعنكوش. هدول الحراميه ملعين ولاد حرام ومالن امان. مو ظابطه، لو كان حدا من جماعته ما كانوا حطوا الحبل والكسرية عند العنكوش. بركدا بدهم يستفردوا بالسرقة ويبلوا العنكوش. هدول الحرامية سيدي ملعين ومالن أمان، يعني ولاد حرام، وعزوز أزكى منهم كمان. هاي مو ظابطة، لأنه لو بيعرفهم كان قر عليهم، بس أكيد ما بيعرفهم، منشان هيك بدهم يبلوه ويحطوا السرقة بظهره. وبهاللوصة هاي سيدي نحن ما قدامنا غير العنكوش لحتى نلاقي الحرامي، وأنا لسه ما خلصت منه. أنا بعتت دورية لحتى تجيب الحرامية اللي من شكيلات العنكوش، يعني من نفس النمرة. بركي أبو مزة بيتعرف على حدا فيهم. ما أبو مزة عم يقول ما شافه للحرامي؟ كان هنيك سيدي بنفس القرنة. شلون ما شافه؟ إلا ما يكون شافه بس خايف يحكي. إذا جبنا الحرامية وحطيناهن قدامه إلا ما يتعرف على واحد فيهم ويخلصنا ويخلص حاله. والله ما بعرف،
عيد. حاضر سيدي. جيب أبو مزة. أمرك سيدي. سيدي هذا أبو مزة اسمه الحقيقي؟ اسمه مروان، وهاد مثقف كتير بس انهبل قد ما بيشرب، على طول سكران، مشان هيك درج عليه اسم أبو مزة. قود قدامي، قود قبوس ايدك. والله ما عملت شيء. خلاص ولك وطي صوتك ونكلمي. اصلا انت مثل هدول، حرامي مثلك مثلهم. لا والله سيدي، حتى سأل حضرتك فؤاد افندي، يعني انا بحياتي ما سرقت وما حدا اشتكى علي، يعني انا بحالي. ابو مزه انا السق واللا ما بحبه، بدك تخلص وتروح على البيت ايه ولا لا؟ ايه سيدي ايه. ناوى بوش هدول الحرامية. مين من بيناتهم كان وقت اللي صارت السرقة؟ سيدي انا ما شفته، ما شفته. كذاب لك! انت شفته بعينك؟ ايه صحيح شفته، شفته. يعني مين من بيناتهم اللي هدول؟ ما شفته انا، يعني ما شفته منيح، شفته بس كان حاطط حتى صودا ولعففة على وشه، وأنا كنت بعيد شوي عنه وحاطط القفة على راسي، خفت من القواص. القواص كان تشو تشو تحاقدي الرصاص اللي فرقع بمعدتك. ولك أبو مزه طلع فيهم كتير منيح وركز، وإلا بزدتك بالحبس معهم وبخلي لحمك يصير أكل لقطي عزوز. ولك سيدي والله ما بعرف. تعال وقف هون، تعال وقف هون. ناولي على هداك، على هداك، مو شباك، هداك، مو هون، هداك أبو التان السوداء. تعرفه؟ لا سيدي ما بعرفه. لك عم تقول لا، عم تقول لا. سيدي مو هدول. طالما عم بتقول مو من هدول معناتها بتعرف إن هو الحرامي. لا سيدي ما بعرف. كذاب ولك، كذاب. مين من بيناتهم رفيقك ولا؟ سيدي أنا مالي رفاق، أنا عايش هيك لحالي بحالي، هائم على وجه الطبيعة، بطلع بلملم رزقي، يعني أنا يعني وخبز يابس شحاطات، يعني شغلات أعطيها مشان استرزق منها، وآخر شيء بروح عند صاحبي أبو القاص. Thank you.